تعاني من مشكل التقاط شبكة الواي فاي. السلام عليكم جماعة، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. الفيديو هذا سبيسيال للناس اللي تعاني من التقاط شبكة الواي فاي في المنزل. يقول لك خويا بلال المودام بعيد عليا، الواي فاي ما يلحقنيش، أعطيني حل كيفاش ندير، كاش أبليكاسيو ولا طريقة باش تولي تحكم معايا من بعيد. شوف نقول لك راك طحت في الفيديو الصحيح، دير جاب وأبوني. صح درت هيا اوكي. جبت لكم اليوم منتج اللي راح يهنيكم من هذا المشكل، اللي هو عباره عن جهاز لاقط واي فاي من لامارك اوديب، واي فاي 6 او اي اكس 3000 وايرلس يو اس بي ادابتر. وطبعا هذا لاقط خاص بلي بي سي بارك، يعني ماشي موزع اللي ما يحتاج انك تربطه كامل. وكما على بالكم باللي كاين فرق بين الموزع واللاقط، هذا عباره عن لاقط الهواء. المهم جماعه يدعم سرعه اتصال 3000 ميجا، والمنتج هذا جماعه شريته من متجر اليكسبريس. طريقه شراء حاجه سهله، نخلي لكم رابط شراء في صندوق الوصف. بعد ما تكليكي على الرابط راح يديك للصفحه المنتج، تحب تقرا وتتعمق في المواصفات ديالو، ولا هنا تختار خانه الشراء، وهذا الخانه العنوان، يعني تختار العنوان ديالك وتضيف بطاقه الشراء ديالك وتقوم بعمليه الشراء. والسعر جماعه ما يفوتش 20 دولار، وزيد راه قريب تخفيضات 11، تما استغلوا فرصه التخفيضات تلقاوه بسعر اقل. وايضا نخلي لكم كود خصم اذا لقيت باش تضيفوا في هذا الخانه ينقص لك شويه في السعر. بعد عمليه الشراء راح يلحقك عادي جدا حتى الباب المنزل، كما انا شحنوا لي البائع مع شركه توصيل اوماس، ثم في اقل من 14 يوم لحقني. واذا انت تحب تشحنوا بالبريد السنغافوري يعني يلحقك عبر لابوست، ترسل رساله للبائع هذا ما كان. المهم جماعه هذه هي العلبه ديالو، نحلوا العلبه ونشوفوا واش يجينا فيها كامل. عندك اول شيء الجهاز ديالنا يجينا بحجم صغير على شكل فلاش. عندك ايضا مستشعرات للالتقاط سهله التركيب وتقدر توجهها في اي مكان. واخر شيء معانا اللي هو كتيب تعليمات اللي صح تقراوه هذا الخطرة ولازم تقراوه ما فيهاش. في كتيب تعليمات واتسكاني هذا الكود باش تدخل للموقع ديالهم الرسمي لتحميل التطبيق على جهاز الكمبيوتر طبعا، او تكتب هذا الرابط. وعملية التنزيل جد سهلة، ماشي حاجة اللي صعيبة، ولا اتبع التعليمات فقط. المهم هذا هو الجهاز ديالنا لنهار اليوم، والله شباب بزاف جماعة. يلتقط شبكة الواي فاي اللي بعيدة بزاف، يعني جارك لو كان يكون عاطل كلموت باس تحكم الواي فاي ديالو ما شاء الله. ما تحتاج انك كل خطرة تكون لاصق في التهاقة باش تلتقط الواي فاي غير مع هذا الجهاز وتتهنى. السعر ديالو جماعة كيما حكيت لكم ما يفوتش 20 دولار، وزيد مع التخفيضات راح تتحصل عليه بسعر حوالي 18 دولار ولا 17 دولار، بدراهمنا 450 الف، ماشي حاجة اللي غالية. صراحة يستحق الشراء اذا كنت انت من الناس اللي تعاني من مشكل الواي فاي. وهذا واش كان في الفيديو ديالنا، فيديو خفيف ظريف يعني ماشي حاجة اللي تستحق مراجعة مفصلة، فقط جهاز لاقط. إن شاء الله يكون عجبكم المنتج، إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نقول لكم تهلونا في رواحتكم، تلاقوا في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم. أتهلاو الخوة.